بعد الكشف عن سيارة مازدا CX-9 لأول مرة، تمتاز سيارة مازدا CX-9 بالتصميم الديناميكي الرياضي، وتعتبر أول سيارة كروس أوفر رياضية من شركة مازدا. وطبعاً تحتوي السيارة على العديد من التقنيات بالإضافة إلى لمسات الفخامة والسمبلسيتي في الداخلية. ولا زال الموديل الحالي يتمتع بالديناميكية بالإضافة إلى التقنيات العالية والتصميم الرياضي بالإضافة إلى لمسات البساطة في الداخلية، إضافة إلى التقنيات الحديثة وخصوصا التقنيات المتعلقة بالأمان وأنظمة مساعدة السائق. طبعا الداخلية يعني غنية عن التعريف وستيل ماسكة مازدا بهويتها. دائما مازدا أنا لاحظ موديلاتها يتميزون بشغلة واحدة اللي هي شنو؟ السيمبلسيتي، البساطة. فعلا واحدة من أبسط الداخليات اللي أنا قاعد أشوفها، كل شيء واضح أمامي، كل شيء موزع حسب راحة السائق والراكب. المساحات اللي موجودة عندي هنا يعني تحسها سيمبل، ما يبون يحطون مثلا تقول يعني دقم وهالسوالف هذه، لا. نظام الشاشة طالع لي كأنه هو تابلت هنا، تابلت بيس. لوحة العدادات عندي هنا واضحة، بالإضافة إلى فتحة البروجيكتر هنا. بالنسبة حق كنترول ستيرينج واضح عندي، وصولا إلى السنتر كونسول اللي موجود. فنبتدي بالسكان نفسه. طبعا عندي هنا كنترول إضاءة، الإضاءة أوتوماتيكية أدابتيف. عندي هنا المشاشات. بالنسبة حق الستيرينج ويل عندي هنا نظام الصوت على اليسار، إذا بطول وبقصر بتخطى تراك مثلا معين، بالإضافة إلى البلوتوث، تحكم البلوتوث تليفون. على اليمين عندي نظام الكروز كنترول مع مسافة الأمان، يعني هو يعطيك تحذير أنت تختار مسافة الأمان إيش كثر تبيها، خصوصا مثلا بالازدحامات فيعطيك تحذير، ومع نظام أدابتيف كروز كنترول. بالنسبة حق أنظمة المود عندنا هنا تختار مود أون أو كانسل على حسب الكروز كنترول اللي يناسبك. بالنسبة حق السنترال كانسل طبعا هم كل شيء واضح أمامي، فعندي أول شيء راح أطيح حيني عليه اللي هو التحكم بالتكييف. عندي هنا الأوتو طبعا دول زون، تبريد المقاعد، عندي الأي سي، عندي التحكم بالمراوح، بالإضافة إلى التحكم في الهواء الخارجي أو أن يكون إعادة تدوير، وين هذه الدقمة إذا بطفي التكييف مرة واحدة. ننزل تحت هنا عندي الجير شيفتر سوري بنظام السبورت، طبعا عندي نظام سبورت هنا. ملاحظة أنا ما عندي بادل شيفتر على السكان نفسه، لكن عطاني بالجير نفسه اللي هو سبورت مود. عندي دقمة سبورت هنا، لو وديها لفوق سيارة تحول سبورت، لو أنزل تحت نورمال، فأنت تختار وضعية القيادة المناسبة لك. تحت ننزل هنا عندي السايد بريك، طبعا السايد بريك كهربائي حالة حال السيارة الحديثة كلها، فلو أرفع لي فوق راح أسحب السايد، لو بس تاتش لي تحت يفصل السايد، أسهل من كذي ما في أتوقع. ننتقل بعدين إلى الانترتينمنت كنترول، طبعا هو معطيني نظام الدايل لو تلاحظون هنا، هذا النظام طبعا ممتاز، هو الماوس بالنسبة لك. بنفس الوقت معطيني أوبشن أن أنا أتحكم تاتش إذا أبي أستخدم الشاشة، لكن أنا شخصيا ما أحب أستخدم التاتش لأن راح تصير بصمات وايد عليها. حلو منهم أنه يعني عطوني أوبشن ثاني اللي هو كنترول عن طريق الماوس نفسه، فهذا شيء حلو أنه هو يعطيك اختيارات، يا منك تستخدمها تاتش يا منك تستخدمها حسب راحتك. عندي طبعا هني الفوليوم، عادة احنا هذا شوي سبب لي confusing يعني، بس حركة حلوة هذه. ان عادها ما نطول ونقصر يكون ياهني ياهني، لكن هو حاط لي اياها هني وصغيره يعني، فاول ما شفتها سبب لك ميوزك، بعدين راح تتعود عليها عادي ما عندك مشكله. بالنسبه حق الاختصارات الموجوده عندي في الكنترول هني، عندي الموسيقى ميوزك، عندي الهوم، عندي نافيجيشن سيستم، باك، وعلامه النجمه هذه الفيفورتس او يسمونها يعني اللغه العربيه المفضله، اذا عندك شيء بتحطه بالفيفورتس عندك destination تراك معين ولا هذا تحفظها يعني. مساحات التخزين عندنا هنا كثيرة، والحلو فيها يعني أنت مثل ما تشوف الداخلية شوية يعني تحسها يعني دايناميك،
تحس انه يعني كانها يعني على قولتهم على قدهم، لكن بالعكس ما اهملوا اللي هو مساحات التخزين. عندي مساحه تخزين هني يمي يم سائق، مساحه تخزين هني داخل، عندي مساحه تخزين هني 2 كب هولدرز اوكي ما عندي مشكله. بالنسبه حق السنتر كانسل هني عندي مساحه تخزين تقريبا واسعه عميقه هني. في عندي 2 يو اس بي اي يو اكس بالاضافه الى الاس دي كارد اتوقع حق النافيجيشن او حق الميديا هذا عاده يكون. عندنا ايضا بالنسبه حق الدرج هنا مساحه لا باس فيها يعني فممتازه، وعندنا مساحه تخزين هنا يم الراكب الامامي. فلو لاحظ انه يعني ما اهملوا الشغله هذه، بالعكس يعني كل شيء عملي فيها. تقسيمتها سيارة ما شاء الله مقسمينها يعني صح، ودارسين الداخلية صح بالنسبة حق الراكب أو الباسنجر نفسه. فعندنا أول نظام عندنا هو بلايند سبوت مونيتورينج سيستم، وهو نظام تحديد المنطقة العمياء. هذا النظام راح يعطيك تحذير إذا أنت مثلا طاق إشارة تبي تلف في واحد جاي في البلايند سبوت أنت مو قادر تشوفه، وهذا شيء طبيعي يعني كلنا عندنا بلايند سبوت. فالسيارة راح تعطيك تحذير وتنويه ان في سياره جايه في هذا المجال اللي هو البلايند سبوت. عندنا السيستم الثاني اللي هو لين كيبنج اسيست، تونا شرحناه اللي هو نظام المحافظه على الحاره. يعني لا سمح الله انت مثلا سرحت او تعاني من ارهاق مثلا ولا هذا، فراح تحس ان السياره يعني تمايل شوي يمين شمال، فما راح تطلع عن الحاره شرط ان يكون الشارع فيه خطوط، يعني لازم اركز على الشغله هذا. سبيد ليميت وورنينج هذا معروف، اذا حست ان مثلا الشارع هذا، طبعا الحلو في السيستم انه ذكي، يعني في شوارع 80 100 120 فالشارع 80 راح يعطيك تحذير اذا انت عديت 80 اوكي. الشارع مثلا 120 راح يعطيك 100 راح يعطيك 100 45 ممكن يعطيك. فهذا نظام سبيد ليميت وورنينج مو نفس العادي، لا هذا نظام الذكي. اني حق درايفر اتنشن اليرت، وهذه الميزه اللي انا احب اشرح عنها. يعني تخيلوا سيارة تشوف إرهاق السائق وتقول له بعدين ترى أنت تعاني من عملية إرهاق، شلون هذا؟ فعلا السيارة هذه مزودة بنظام طبعا يقيس القيادة عند السائق. يعني مثلا أنا قاعد أمشي بالسيارة يمين شمال يمين شمال، هذا معناته أن السائق في شيء قاعد يروح يمين شمال مثلا كذي. دوس بريك حيل، دوس بنزين حيل، فهذا رح يسجل السيستم ان السائق يعاني من عملية ارهاق او انه مو على صحته المعتادة يعني. فراح يتفعل هذا النظام ويقول لك ترى انت مرهق لازم توقف السيارة او انك تستريح او تاخذ راحة او تيك اوف. هذا ميزة السيستم اللي موجود يعني. طبعا عندنا 360 مونيتر اللي شرحنا عنها تما، وعندنا ايضا ادابتف كروز كنترول اوكي، بالإضافة إلى في أوبشن اللي هو الأوتو بريك. يعني نظام الأدابتف كروز كنترول شلون يكون طريقته؟ هو عبارة عن كروز كنترول عادي، لكن بالكاميرا والرادار راح يقيس المسافة اللي قدامك. يعني أنت حاطها مثلا 120، السيارة اللي قدامك خففت لـ 90، سيارة راح تخفف لـ 90 وتخفف لحد الوقوف، بعدين ترد تمشي مرة ثانية. هذا بالنسبة حق اللي هو الأدابتف كروز كنترول. أما المقاعد الخلفية فتتمتع بكثير من المزايا الخاصة للركاب، منها التحكم بإضاءة القراءة، مقاعد ايزوفيكس خاصة للأطفال، بالإضافة إلى سنتر كانسل يحتوي على 2 كب هولدرز وفتحتين USB للشحن، وأخيرا تحكم كامل بالتكييف المركزي خاص للركاب الخلفي. Thank you.